السلام عليكم، أرحب بكم، ودعوني بداية أضع حلقة النقاش هذه في سياقها. الفكرة كالتالي: الجامعة الدولية بدءا من هذا العام سوف تولي اهتماما خاصا لخدمة المجتمع، وشكلت لجنة بالخصوص. فمن بعض أو من بين المشاريع التي طرحت، مشروع بدأ بالفعل بعنوان ميثاق شرف. فكرته أن في كل مرة يستضاف شخصية في مهنة ما مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وهذه الشخصية مطلوب منها أن تعرف بهذه المهنة، تعرف بالمهارات التي تحتاجها، أخلاقياتها، أوجه الفساد فيها، ويكونوا حاضرين مجموعة برضه أكفاء من المهنة نفسها. وهذا اللي صار مثلا في أول حلقة كانت على الإعلام، والحقيقة كانت حلقة جيدة، وحيستمر هذا المشروع. المشروع الثاني اللي حنبدأه اليوم أنا سميته روح البحث العلمي، والواقع فكرته يعني مش واضحة تماما. والحلقة هذه اللي هي أول حلقاتها هي محاولة لتوضيح الفكرة على أساس أن بنفس الطريقة أو بالطريقة نفسها حيكون في كل مرة حديث عن روح البحث العلمي في تخصص ما، مرة في الاقتصاد، مرة في العلوم السياسية، مرة في اللغة العربية، مرة في الطبيات. والمستهدفين طبعا هم أساسا طلبة الدراسات العليا والبحاث بشكل عام. عشان نوضح الفكرة أكثر، يعني هي محاولة، مش هنقول جيستالت شيفت أو تحول جيستالتي، بل شيفت أوف إمفسس أو شيفت أوف فوكس. يعني اللي حنحاول نديره في المشروع هذا، اني خلينا نقول ايش معناها الجيستالت شيفت اصلا. الجيستالت شيفت اللي تحول جيستالتي، اللي هو انك الصوره الشهيره متاع الدك والرابت، الصوره اللي تحقها ارنب وتحقها بطه، اوكي. فانت لما تحقها بطه بعدين يصير لك تحول جيستالتي، تحقها ارنب، وطبعا ما تقدرش تحقها الاثنين في نفس الوقت. طبعا البعض يقولوا ان هذا اللي ساير في العلم. العلم يصير في تحولات جيستالتية، لما يصير ثورة علمية يصير تحول جيستالتي، بمعنى الفلجستون يقعد أكسجين، الضوء كذرات يقعد الضوء كموجات، الأرض اللي كانت مركز الكون تقعد عبارة عن كوكب يدور حول مجموعة شمسية، وهكذا. أنا اللي نأكد عليه واللي نبي ندروه في المشروع هذا، مش تماما تحول جيستالتي، لا، نبو تحول في التركيز. بيش الفرق بين تحول في التركيز والتحول جيستالتي؟ التحول في التركيز انك انت كنت تبحث هكي، الان اصبحت تبحث هكي، لكن برضه عينك ما زالت تحق. انا واضح يعني، لاحظ في التحول الجيستالتي، لما تغير من بطل ارنب ما عادش تحق الارنب. لا، اللي نبوه الان نحن تحول في التركيز. والتحول في التركيز من ماذا لماذا؟ من التركيز على المنهج العلمي إلى التركيز على روح البحث العلمي. بيشني اللي وراها الفكرة؟ شنو الدافع وراها؟ والله أنا طبعا استوقفتني حقيقة، إذا كانت تتفقوا معي أنها حقيقة، أن الليبيين من أكثر الشعوب في العالم اللي تحكي عن منهجية العلمية باستمرار، منهجية والانضباط ومن أسوأ وحدين في العالم يديروا في أبحاث.
قد تكون عبارة متطرفة شوية، لكن خلينا نقول أن هناك حديث كثير في المنهجية، وحتى لما يحكوا على الجودة أساساً يحكوا على المنهجية. وتجي لما ندرسوا طلابنا حاجة لها علاقة بالعلم ديما نأكدوا على المنهجية العلمية، وفي نفس الوقت نشوفوا الأبحاث اللي يطلعن أبحاث رديئة في معظمها. طبعاً الفكرة ممكن تأخذها على أساس أن المنهجية هن قوالب أطر تأطر فيهن أو تقولب فيهن المادة. مشكلتنا أن المادة ضاربة، المادة اللي نأطروا فيها بالمنهج ضاربة، فبالتالي النتيجة ما زالت سيئة. طبعا لاحظوا في مفارقة شوية في التعبير، أنني بنحكي علي روح البحث العلمي وقاعد نقول يجب نركز على المادة متاع البحث العلمي، وهذا غريب بعض الشيء صح؟ لأن عادة الروح عكس المادة، واضح؟ أنا اللي نبيها راهو الروح مش بمعنى عكس المادة، مش هذه الثنائية اللي نشير لها لما نحكي على روح البحث العلمي، لا قاعد نشير حاجة أخرى لثنائية روح القانون على حساب حرفيته. لما نقول روح القانون معناها راني ما نبيش نأكد على الشكليات واجد، على الحرفية متاع القانون اللي بنشكل عليه مضمونة وروحه، هذا ما أقصده عندما أتحدث عن روح البحث العلمي. أرجو أن تكون الفكرة واضحة. طبعا هو حديث الروح، يعني حديثنا هذا هو حديث الروح، وحديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، أو هكذا يقول محمد إقبال. لكن في الواقع لا، هو حديث آمل أن تدركه القلوب لكن ببعض العناء. موضوع يعني مش سهل، الموضوع تبيلة تفتيت، تبيلة تحليل. والمفهوم أصلا المفهوم يعني استحدثت أنا في نقاش، يعني حتى خشيت بعد عن النت دورت روح البحث العلمي ما لقيت شيء، لا بالعربي لا بالإنجليزي، فيش حد يحكي على روح البحث العلمي، يحكي على منهجية البحث العلمي، على أخلاقيات البحث العلمي، لكن روح البحث العلمي كلمة، فهو فازي كونسبت، يعني هو مفهوم غائم. لكن حنحاولوا نسيطروا على الغائمية متاعته بيش مؤشرات حتقرب بيش الفكرة اللي نبيها أنا. يبقى لو تبعتوا معي هناك أول صفحة أستهل بقول إن روح البحث العلمي عبارة استحدثتها عنوانا لما سوف أتلو عليكم من خطرات، وليست مصطلحا مكرسا متوافقا عليه بين علماء المناهج، وسوف أحاول التغلب على غائمية مفهوم روح البحث العلمي بعرض مؤشرات الولاء لها. هنقولش إن هي مؤشرات الولاء لروح البحث العلمي التي تشكل في الوقت نفسه مؤشرات خيانتها، أم تكون موالي لروح البحث العلمي أم تكون خائن لها. ولعل وصف موضع عنايتي باستخدام عبارة روح البحث العلمي لا يخلو من مفارقة، لأنه يتمثل أساسا في مادة البحث العلمي، بل إن دافع استحداثه هو إسراف أو دافع بحاثنا في الاهتمام بشكل البحث العلمي، غير أني آمل في صرف شبح المفارقة بقول إن الإحالة المضمرة في العنوان ليست إلى ثنائية روح المادة بل ثنائية روح القانون وحرفيته. أرجو تكون الفكرة واضحة. طبعا لاحظوا أني أنا قلت حنديروا زي ما نقول باص عيون، يعني أنا كنا نبحثوك حنبحثك، لكن برض عيني هيك، وبالتالي نبي نحكي على المادة بتاع البحث العلمي
لكن راهو عيني ما زالت على المنهج. يعني أنا مش البطن اللي بيشوفه أرنب، لا، أنا راهو قاعد رياكتينج أو أستجيب أو رد فعل للتأكيد على المنهج بأني بنأكد على المادة، لكن هذا لا يعني إطلاقاً التقليل من المنهج. فالفقرة الأولى اسمها شنو؟ في مديح المنهج. وطبيعة الحال فإن الإعلاء المرجو من روح البحث العلمي لا يعني إطلاقاً التقليل من شأن المنهج العلمي، فهو علامة عقلانية النشاط العلمي. يعني لما نسأله ما الذي يجعل العلم النشاط العلمي نشاطاً عقلانياً، راه الإجابة منهجه، هو معيار عقلانيته، وهو أحد أيضاً المنهج أحد مكونين أساسيين في تعريف هذا النشاط. بمعنى أنت لما تعرف النشاط العلمي راك تحتاج الحاجتين، شنو هن؟ المنهج والغاية. اللي يميز العلم عن أي نشاط بشري آخر شنو هو؟ منهجه وغايته اللي هي تفسير الظواهر. والاثنين معنا بدليل أن المنهج العلمي وحده لا يكفي لتعريف العلم، لأن المنهج العلمي يطبق في الخيمياء، الخيمياء اللي هي تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. هذا نشاط ساد في العصور الوسطى، كان يطبق فيه كبار علماء، يطبق في المنهج العلمي. ليش الخيمياء مش علم؟ لأن هدفها مش علمي، هدفها مش تفسير الظواهر، هدفها الثراء. هذا يدل على أنك لا تستطيع أن تعرف العلم دون غايته. تعال الأساطير إيش هتلقى؟ هتلقى أن هدف الأسطورة هو هدف العلم نفسه، تفسير الظواهر. ليش الأسطورة مش علم؟ منهجها مش علمي. يبقى أنت تحتاج لتعريف العلم. رأي جماعة الموضوع هذا مهم جدا، يعني ضروري تكون رؤيتك واضحة للعلم شنو هو. راهو العلم فيه مكونين أساسيين، واحد منهجه، اثنين غايته، ولا غنى لأي منهم على الآخر. يبقى هذه أول حاجة، راهو لما نبحثوا في مادة البحث رانا عيننا برضه على المنهج. وطبعا من أسبوعين كنا في طرابلس وكان معي دكتور سليمان، دكتور أجازية، وصار نقاش علي 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 الدراسة، درت جهة معينة استقفتني عبارها قالها واحد من كبار بحاثنا، يعني اسم كبير، عبارة غريبة جدا، وهل تأكد لي يعني ضروري تكون عيننا دائما على المنهج. شن قال؟ طبعا نحن هجمنا المنهجية متاع الدراسة، وبصراحة كان فيها عك واجد. شن قال؟ قال على الرغم من الأخطاء المنهجية الفادحة اللي في الدراسة إلا أن النتيجة صحيحة. كيف؟ وأنت بش حكمت النتيجة صحيحة إذا كنت قاعد تقول منهجية غلط؟ فأوقات تفاجئ بعثرات منهجية كبيرة رغم كل هذا التوكيد على المنهج مازال في اختلالات. أوكي، عشان هيك انا دائما نفرق بين حاجه نسمي فيها البروسيس وحاجه نسمي فيها البرودكت، العمليه والنتاج. راهو في اي نطاش في اي نشاط ضروري تكون عينك على الاثنين. وليش عينك عليهم الاثنين؟ عشان تبي تعرف الوزن النسبي لكل واحد منهم. انت تبي تفهم اي نشاط، مش فقط تبي تعرف شنو غايته ووسيلته، اي وظيفته ومنهجه، لا، تبي تعرف حاجة أخرى، تبي تعرف شن هي البروسيس، ولاحظ أن البروسيس لها علاقة بالمنهج، وشنو البرودكت، شنو الناتج اللي يطلع في الآخر. نعطي أمثلة، وديما أسأل أيهما أهم، هذا ولا هذا؟ هذا حيخليك تفهم النشاط كويس. نأخذ أمثلة بسيطة بعدين أمثلة أكثر تعقيد شوية. في الكورة أي أهم، البروسيس تكتيك ولا الأقوال؟ يعني معظم الناس حيقول لك
الكرة جوان. شفتوا يبقى النتاج البرودكت أهم من البروسيس. أوكي تعال مثلا مثال آخر. حسب من السؤال لا مش قضية حسب من، مش هذه الفكرة من لا. الفكرة شنو الفكرة الآن أن حتى كان في خلاف، خلاف مش مهم واجد من هنا في يعني مثل واحد عندهش فرق بالفريقين ولا في السنة. لا لا اسمعني اسمعني عاد قصدي هنا زي ما تقول الفارق مش فارق واجد. اوكي لكن حنجيو حاجات اهم. لو جينا مثلا للعمليه الدستوريه اين اهم، البروسيس كيف تمت ولا الوثيقه اللي تطلع؟ نو البروسيس. الوثيقه هو يقدر سبع دين يجتمعوا يدوروا لك احسن وثيقه دستوريه في العالم، مش هذه القصه. معايير الشمولية والشفافية والتوافقية هذه معايير، أربع معايير أساسية ضروري تتمم في العملية الدستورية وإلا ملهاش. واضح؟ يبقى في العملية الدستورية البروسيس أهم من البرودكت. أوكي تعالوا نجيب حاجة أخرى. الخصومة التقليدية بين الشعر التقليدي والشعر الحديث عمرنا ما حقناها على أساس أنها هي أهمية وزن نسبي للبروسيس والبرودكت. اوكي يعني بالنسبه لجماعه الشعر القديم المنظوم لا البروسيس مهمه جدا. انت الشعر الحديث يقول لك لا لا ما تمنيش المعنى اللي طلع شنو هو. اوكي تعالوا الان للعلم، اين اهم البروسيس ولا البرودكت؟ الاجابه اثنين بالضبط. ليش؟ لأن البروسيس والبرودكت كلاهما يقوم بدور أساسي في تعريف العلم نفسه. المنهج بأهمية الغاية. انتهينا الآن من مديح المنهج، الآن نديروا الشفت. أوكي يبقى المنهج العلمي إذن شرط ضروري وليس كافيا لممارسة البحث العلمي. شوفوا الآن بديت نقلل من أهميته ونسبة المنهج العلمي إلى الروح العلمية كنسبة الانتخابات إلى الروح الديمقراطية. فتماما كما أننا ذهبنا إلى صناديق الاقتراع وانتخبنا نوابا ونوائب تحصرنا على انتخابهم، قد نتحرى تطبيق المنهج العلمي وننتهي بإجراء أبحاث لا تساوي ثمن المداد الذي أهرق في دبعتها. نوضح الفكرة، بنقول راهو المنهج على أهميته لكن قارنا بيش؟ قارنا بصناديق الاختراع وبالروح الديمقراطية. ممكن جدا أنت تمشي صناديق اختراع وتنتخب من؟ مجلس نواب زي هذا. يعني كأنك درت بحث علمي التزمت به بالشكليات وطلعت بلا شيء. هذا ليش نبي ندير شفت من المنهج إلى المادة. أوكي باختصار، الروح العلمية محاولة جادة للإمساك عن الإسراف في توكيد أهمية المنهج البحث العلمي على حساب مضمونه. والباحث الذي يلتزم بالمنهج العلمي دون روحه شاعر يلتزم ببحور الشعر لكنه لا يقول شيئا. ممكن هذه أقرب حاجة توضح الفكرة. من يلتزم؟ راهو طلبتنا يا جماعة، وعلى فكرة مش طلبتنا بس يلتزموا ويحاولوا يلتزموا، نحن نناقش فيهم، لا نناقش إلا المنهجية. صحيح. التوثيق هذا البيش انقلت أنت أصلا ولا راهو في نقاش على مستوى الدكتوراه حضرت. ونروح في البحث. أنت شجبت؟ هالقوالب اللي حطيت لماذا؟ قولي بل ماذا؟ أوكي يبقى هذه محاولة الآن إلى توكيد أهمية المادة العلمية أو توكيد كل ما ليس له علاقة بالشكل. بهي ما هي المؤشرات التي تشي بأنك أنت موالي لهذه الروح؟ ما هي مؤشرات ولاءك لروح البحث العلمي؟ واحد، أول مؤشرات الولاء لروح البحث العلمي أن يكون لدى الباحث
دراية بطبيعة النشاط العلمي، بخصائص التفكير العلمي، بمسلمات العلم ومصادراته، بغاياته ومقاصده. مثلا من يجهل مثلا الطابع الظني الذي يسم العلم، هذه واحدة من خصائص التفكير العلمي. من يجهل الطابع الظني لخصائص التفكير العلمي سوف يقطع بأحكام لا حق له في القطع بها. أول حاجة حيبدأ يجزم ومن يجهل غاية العلم قد يتوسله في تحقيق الترقية في السلم الأكاديمي. مش هذا هدف العلم، عمره ما كان هدف العلم أنك تحصل بترقية. وبالتالي اللي يدير في بحث عشان يأخذ ترقية له لا يمارس العلم أصلا. ومن يجهل مسلمات العلم قد يعتقد أن العلم قادر على إثبات أن للكون نواميس تحكمه، وقد يخلط بين القوانين الطبيعية والقوانين العلمية. يبقى فيه خلطة هنا تبي تصير. أنت تبي تمارس العلم كما يجب، باختصار تبي حد أدنى من فلسفة العلوم. وضح لك بالضبط طبيعة النشاط العلمي، وين عقلانيته، شنو علاقة منهجه بغاياته، أساسيات. ما نقولكش أنا تخش في التفاصيل، لكن هذا حد أدنى لأي واحد يبي يكتب بحث علمي رصين. قد يكون مطلب كبير، لكن هذه روح البحث العلمي. وثاني مؤشرات الولاء لروح البحث العلمي: المزاج الارتيابي الناقد، بمعنى الاستعداد الدائم للتشكيك في الآراء الشائعة والمسلمات والبدهيات، ومحاولة حدس الفجوات المستسرة في صرح المفاهيم، والتأمل في الأفكار النادرة والغريبة والغامضة والخلافية، وعدم التسرع في رفضها لمجرد أنها كذلك. وايزمان عنده عبارة شهيرة يقول فيها: لا شيء كالتفكير الواضح يحجبنا عن اكتشاف الجديد. الهاجس بتاع لا ضروري الحالة تكون واضحة ولا ما فكرش فيها، راه هيك بالعكس، كل جديد، كل نقلات حقيقية في المعرفة عبر التاريخ جت من الغامض والنادر والخلاف إلى آخره. ثالثا طبعا هذا متفق عليه وما أعتقدش فيه إشكالية، الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي. والحال أن من يلتزم بتطبيق خطوات المنهج العلمي دون أن يلتزم بأخلاقيات البحث العلمي، كمن يقيم شعائر الدين دون أن يلتزم بالقيم الأخلاقية التي يحض عليه. يحكي لي واحد يمت علي تقنية، قال لي كيف بتعرف إيش؟ قلت له شنو هي؟ وضحها لي. قال لي هاي اسمها أكيد علي تعرفها، و أعتقد paraphrasing online. فكر شنو؟ تقدر تجيب أي نص من أي مكان، تأخذه وتخشه تحطه هنا، يعطيك لك هنا إعادة صياغة له، حافظ على المعنى كلمة، حافظ على المعنى كلمة. هذه التقنية الآن يستخدم فيها الطلبة للسرقة. صحيح. ليش؟ لأنك أنت لما غير لك أنت تدور عد في النت مش هتلقاه. يعني التقنية اللي مديورة عشان تساعدنا في أن نعيد صياغة. طبعاً إعادة الصياغة مهمة. ليش؟ لأن أنت أصلاً وأنت قاعد تستشهد البحث ما تقدرش باستمرار تبقى تأخذ في اقتباسات، هتضطر أنك تعيد صياغة الفقرة. الآن هذه تستخدم في البلاجيرزم أو في السرقات العلمية. لو واحد عنده أخلاقيات منها ما يفكرش أصلاً في الفكرة. الهدف متاعها انك انت حتى البارافريزين يقول لك الاقتباس غير مباشر، يجب ان تعيد صياغة ما قاله غيره وتنسبه له. يقول ناصر في سنة 2019 قال بس مش بنفس الجمل اللي قاله هو. هذا ما قلتي عادي. لا انا عارف فلما استحدث هذا الامر هذا العصر طبعا، لكن للاسف كل تقنية حديثة يساء استخدامها عكس، فتم استغلال في السرقة. نعم. لكن هدفها ما كانش كذا، الناس القائمين عليها اكيد
أكيد. ورابعها تنكب أو تجنب الاستسهال. طبعا هذه وحدة من الآفات، الاستسهال أكبر الآفات الذي يتمظهر بشنو الاستسهال وين؟ في اختيار إشكالية بسيطة، إشكالية بحث بسيطة لا يتطلب البحث فيها الكثير من إعمال الفكر. اثنين، تبويب عناوين الفصول بطريقة موالية للعنوان الرئيس. شوفوا بس رسائل من السير، هتلقى العنوان مثلا فيه ثلاث كلمات وكل كلمة عنوان الفصل. فيش أي محاولة للإبداع أو للتغيير ولا. وتبويب واختيار عنوان فرعي تقليدي، كذا 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 سنه بين الواقع والطموح، والله كذا كذا نموذجا، والله قوالب جاهزة عرفت. وغياب التعبيرات المثيرة للحفائر. يعني أنا أشرفت مرة على طالب لما تشوف عنوان الفقرات اللي في رسالة تطرح في رسالة المرسير كل عنوان توقف عنده طريق المثقف والسلطة من القصين زواج المتعة، يعني العنوان نفسه قاعد يقول لك الرازي قاعد يشتغل فعلا. ها؟ فعلا. يشتغل صحيح. وهذه أهم نقطة، هذا مؤشر حقيقي صحيح. أنت قاعد قاعد اللي قدامك تفصل فيه وتبوب فيه ولا قاعد كرييتنج، قاعد تخلق. وخامسها أن يكون هناك مسار أو نقطة عود مستمر أو خيط ينتظم حبات عقد البحث. مش كل مرة طلع لي فكرة وبحكمه في مسار قاعد يوجه فيك. نيتشه يقول كل مفكر لديه شيء واحد يقوله، كل مفكرة عنده حاجة واحدة يقول، راهو الباقي تفاصيل. ولذلك تقدر لما تقول ديكارت على طول تقول الكوجيتو، أنا أفكر أنا مش على طول. لما تقول كانت هتقول الأحكام التركيبية القبلية، لما تقول فولتير هتقول الربوبية. ليش؟ لأن هذا اللي فرق فيه. أيضا على الأقل يجب كل بحث يكون في زعم رئيس الدافع عنه. أما هوس الإحاطة والشمول فيناسب التقارير والكتب التدريسية ولا يليق بالأبحاث. وجدين البحث معناها يبي لما طرفه، يبي كل حاجة قالت عن الموضوع يقولها دون أن يقول هو شيئا. وسادسها انشغال الباحث بمواضع بحثه بما يعكس شغفا معرفيا حقيقيا يتمظهر فيما أقض مضجعه من خطرات أرغمته على التدوين في العتمات. البحث الحقيقي راه ينوض في نص الليل عشان يكتب أو قد حتى من غير ما يشعل الضي. إذا كان ما صرت لكش هذه معناها أنت مش منشغل حقيقة بالله. زي الشعر. نعم، في نص الليل تبي تنوض وتكتب حاجة خايف تريح منك. ليش؟ لأنك أنت قاعد حتى تحلم الموضوع. Okay. من واحدة المؤشرات الأخرى كم لحظة أنت قعدت ما نكش ماسك القلم ولا حط يديك على الكيبورد، لا قعد هيك وهذا يشتغل كم مرة مسكون بالموضوع. نعم. وفي بحثه عن مفردات تنصف حسه الجمالي دون أن تجور على دقته في التعبير. يعني هذا 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 انشغال مش عند كثيرين للأسف، لكن أنك مش فقط تكون دقيق في التعبير، أن تحسن أيضا هذا التعبير. وفي انفتاحه على لغات أجنبية واستيفائه استحقاقات الطرافة. الطرافة رأيتاني حاجتين، الجدة والأصالة. رغم غير الكلمة هذه يا جماعة، هذه وحدة تكفي. الولاء لروح العلم استحقاقات الأساسية الطرافة اللي تعني الجدة والأصالة، إن فكرتك جديدة وأصيلة أنت صاحبها.
وترفعه عن الجزم وسموه عن اليقين واهتمامه بالتفاصيل وحرصه على التمييز بين الأماني المسرفة في التفاؤل والتوقعات المتكئة على الشواهد، كما يتمظهر في استحداثه تبصرات ملهمة inspiring insights وتجارب حاسمة وتجارب فكرية thought experiments وقياسات تمثيلية analogies تعين على إغواء المتلقي بما حشد الباحث من أدلة إمبريقية على أحكامه. كل هذه آليات تعين على إغواء المتلقي. يعني thought experiment متاع أني أنا نتخيلك التجارب الحاسمة اللي هي التجارب اللي تفصل بين فرضيتين واللي تحسم الأمر أيهما أقرب إلى الصحة وهكذا. وسابعها تعدد الاهتمامات. في واحد يقول من لا يعرف سوى تخصصه جهول متعلم، وهذا خطر لأن جهله يظهر بكل تبجح الرجل العالم. نعيد العبارة، من لا يعرف سوى تخصصه جهول متعلم، وهذا خطر لأن جهله يظهر بكل تبجح الرجل العالم. من هذا المؤشر يتعلق ببينية التخصصات التي تعمق فهم الظواهر. طبعا نحن للأسف حكاية بينية التخصصات هذه ما نعرفوهاش إطلاقا أو نعرفوها بالحد الأدنى. فكرة أن نراه الآن أي ظاهرة لم يعد يدرسها علم واحد بعينه، ظاهرة يدرسها علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم القانون والفيلسوف وإلى آخره. وطبعا هذه التعددية في التخصصات تسهم في تعميق فهم الظاهرة، تسهم في إثراء رصيد كل واحد من هؤلاء الشركاء، وتستوفي استحقاق التذاوتية. التذاوتية اللي هي ترجمة كلمة انتر سبجكتيفيتي. وشن هي الانتر سبجكتيفيتي؟ عندنا في حالة اسمها سبجكتيفيتي اللي هي ذاتية، هذا خطر. ذاتية يعني الانصياع للأهواء. وعندنا حاجة اسمها أوبجكتيفيتي اللي هي الموضوعية، وهذا مثال لا يتحقق. فكيف نتغلب على المشكلة؟ بالإنتر سبجكتيفيتي، بالتذاوتية. بمعنى أن ما يكونش في واحد اللي يقول في رأيه، لا، في مجموعة تتوافق لأن توافقها يقلل من الأهواء والتشيعات الفردية. لكن هذا كله له علاقة بإيش؟ بالشغل في فريق عمل. وثامنها الإمساك عن الامتثال للأهواء والتشيعات والولاء المخلص للحقيقة، وأفضل النقطة هذه، وإن جاء على حساب اعتبارات ذاتية أو طائفية أو حتى وطنية. ضروري العلم يسمو عن كل التشيعات بما فيها التشيعات الدينية والوطنية. في مدرستين، في مدرسة اسمها الإيفيدنشاليزم أو الشاهدية أو القرينية، اللي تأكد على أن الباحث يجب أن يبحث باستمرار عن شواهد تدعم أحكامه. وفي النزعة الدحضوية اللي يقول لا، هم الباحث الأساسي مش يبحث عما يعزز أحكامه، لا، هدف أن يعرض أحكامه للمخاطر بحيث إذا كانت خاطئة تبان لها خاطئة، كأنه يبحث عما يدحضها وليس عما يعززها. طبعا في اثنين يبدو ضد بعضهم. أنا الطلب أن أشرح فيها لهم بكلمات شعبية. متاع الإيفيدنشاليزم إيش قاعد يقول؟ قاعد يقول لك مد أرجل اعتقادك على قد الحاف شواهدك. واضحة؟ مد أرجل اعتقادك على قد الحاف شواهدك، ما تكبرش اعتقادك إذا كان شواهدك شوية. بابا ايش يقول؟ مد الحاف
مد أرجل اعتقادك بحيث يفتضح قصر الحاف شواهدك. واضحة؟ بكيف ندير الاثنين؟ أعتقدر ندير الاثنين. بمعنى تبدير موازنة بين الحياة المعرفي. شوف إيش معنى الحياة المعرفي؟ إنك ما تبجحش، لا تزعم إنك متيقن وأنت ما عندكش أدلة. هذا الحياة المعرفي. لكن ضروري يكون عندك أيضا جرأة معرفية. شنو الجرأة معرفية؟ كيف يكون عندك حياة معرفية جرأة معرفية؟ الجرأة معرفية إنك فرضياتك ما تكونش متواضعة بحيث إن التدليل عليها بسيط. لا، بابر يقول النظرية الحقيقية هي التي تغامر برقبتها. خلي حكمك قوي بحيث إن لما الشواهد تعارضة كن على استعداد للتخلي عنه. فهي خلطة دقيقة، موازنة بين الاثنين. صعب الموازنة، لكن الفكرة باختصار هو وهذا المقصود بالولاء للحقيقة، أنك أنت دائما تبحث عما يدعم نظريتك، لكن في نفس الوقت إذا استبان أي عوائق، أي حالات يسمون فيها أناموليز أو شذوذيات، كن على استعداد للتخلي عن فرضيتك. وعاشرها وأخيرها وآخرها، وهذا طبعا تفكير ناقد، يعني الفقرة الجاية هي تفكير ناقد، تطوير حساسة مفهومية. ما معنى حساسة مفهومية؟ معناها القدرة على استشعار الفروق بين مفاهيم متشابهة، وأيضا إرهاف حساسة لغوية، بمعنى القدرة على التمييز بين عبارات قريبة الصلة. وثالثا وأخيرا تطوير حساسة منطقية، بمعنى القدرة على اكتشاف الحجج الفاسدة والأغاليط المنطقية. هذا كله مؤشرات إذا كان عندك. طبعا هنا يعني نجتمع في شخص واحد صعب، أوكي؟ لكن الفكرة أن هذا مثال نرنو إليه إلى آخر. أوكي، الفقرة اللي بعدها، هل لدينا بحاث؟ هل بهذه المواصفات عندنا أشخاص؟ كي يقول فيليب فرانك إن العلم هو المتصدي لتحرير العقل البشري من خرافات تجذرت فيها ممارسات همجية ومخاوف قمعية، وهو المسؤول عن رفع الغطاء الأمني الذي يؤمنه التخلف للإشحاف الاجتماعي، وهو المسؤول عن تطوير مزاج ارتيابي إزاء المعتقدات التقليدية. لما نقول هذين مش أهداف العلم، هذين ظواهر مصاحبة لتحقيق أهداف العلم، هذه مقاصد يفترض أن يحققها الخبراء. انتبه للنقطة هذه، امتثالا لأوامر صناع القرار. راهو يا جماعة قاعدين نخلطوا بين العلم وبين الخبرة. راهو العالم بوصفه عالما لديه مهمة واحدة لا شريك لها، فهم الظاهرة، تفسيرها، ولهم هذا التفسير يأخذوا به ما يأخذوش به، يوظفوه في خدمة المجتمع، يوظفوه في تدمير البيئة، ما ليش أي علاقة. الخبير لا، قصة ثانية. الخبير حيجيه صانع قرار ويقول له أنا عندي مشكلة، تعال حلها لي. الخبير حيستعين بالعالم، لكن راحوا لما تخش الخبرة، لما يخش الخبير راحوا خشن معاه غايات غير علمية، أفضل مش لا علمية، غير علمية، غايات لا تتعلق بالعلم. يعني عشان نوضح الصورة أكثر، وطبعا مشكلتنا نحن شن هي مشكلتنا؟ ان خبراءنا بين اثنين، يا اما خبراء قاعدين يحكوا في فراغ
سياسي واجتماعي، بمعنى يدلي بآراء كما يدلي بها العالم. ملش علاقة بشي سير في ليبيا والله، والله الكتابات يقولون هيك. وجدي ذكرى، أنا حضرت مؤتمر في مجلس التخطيط الوطني على المصالحة الوطنية، ما فيش حد حكى على اللي سير في ليبيا، وعلماء اقتصاد واجتماع يحكوا على نظريات. هذا واحد. الثاني من هو؟ الثاني اللي منغمس في الشأن العام لكن مؤدلج، بمعنى توصياته اللي يقول فيهن تمليها عليه توجهات فكرية، ما هي تحيزاته بالضبط. نبي نقول له هذا يساعدنا ولا هذا يساعدنا. صادق لهم يقول إن مركز البحوث في أوروبا غرفة صغيرة في مصنع ضخم، يعني كأنه يريد أن يقول راه شنو مركز بحوث ذكي قاعدة الحميضة، في الشرع في مصنع وفي حجرة صغيرة هذا مركز بحوث، طلع مهانة بجيها مشير التقنية، واضحة. ولكون عايش صادق توا راهو قال مركز بحوث مش غرفة صغيرة، لا راهو آيباد في جيب واحد أخر أصغر حتى ملك. لكن لاحظوا أن المصنع ما كانش يقام أصلا، وكان ما كانش فيه مركز بحوث، يعني قبل المصانع كان في علم، كان في مراكز بحوث دون مصانع. المراكز بحوث هذين بعدين خذوهم صناع القرار وحولوهم للتقنية. أنا اللي بنقوله إن راهو يا جماعة نحن الآن مش فقط ما عندناش مراكز بحوث وما عندناش مصانع، نحن ما عندناش ثقافة علمية أصلا، نحن أصلا ما عندناش روح العلم، وبالتالي راهو نبو نبدو من جديد. وعشان نبدأ من جديد ضروري نحافظ على فكرة، يعني أنا راهو مش متخيل أبدا واحد اللي بحث علمي، ومعليش راهو كنا ندرو فيها. وفي النهاية توصيات، شو توصيات؟ اش دخلك أنت توصي؟ أنت إذا كان تقوم بمهمتك كعالم وهذا بحث علمي، أنت عندك ظاهرة تبي تسرها، غير ذلك أنت تقوم بمهمة خبير، أوكي. لكن لاحظ أنه مع دخول الخبرة راهو حيخش قيم أخرى غير التفسير، والقيم هذه قد تكون خلافية. طبعا هذا لا يعني أنه لا قيمة لآراء الخبراء ولا قيمة للتوصيات إطلاقا، مش هذا المقصود. المقصود أن راه إذا كان أنت تبي تستعين بخبراء راهو كان جاء معي 10 حتطلع بعشر آراء، وبالتالي إذا كان تبي سند خبرتي لحل معين يجب أن يكون هناك توافق خبرتي، وهذا اللي نقصنا في ليبيا. خليني نقولها بطريقة أكثر صراحة، مشكلتنا في ليبيا عندنا خبراء، لكن يا أما كل واحد يشتغل وحده ويقول في كلام ملش علاقة بالواقع، يا أما كل واحد برضه يشتغل وحده لكن مؤدلش، وبالتالي يملي أو يمتثل لتوجهات فكرية معينة. اللي ما عندناش إنه يجوا مجموعة خبراء يتجمعوا مع بعضهم منغمسين في المشهد العام، ما همش مؤدلجين ويتوافقوا على رأي واحد. وهذه الأمانة اللي حاولنا في مركز دراسات القانون المجتمع ندروه، وقبلها كنا ندرو فيها في مركز البحوث والاستشارات. فرق عمل اشتغلا، ما فيش واحد يعني يوم انت اندار مؤتمر
أطلقنا فيه تغيير نهائي لمشروع دور القانون في المصالح الوطنية. بعد ما أطلقنا التقرير النهائي جن تعليقات. نجيب يقول لا، سليمان قال لا، جازية قال ما فيش أصلا. نحن كنا نقرأ في التقرير النهائي اللي شاركوا فيه لا يقل عن 40 باحث، وهذا التوافق خبرتي. يعني ممكن أنا في حاجات قاعد نقرأ فيه يومتها وأنا مش موافق عليه، لكن اللي أنا توافق عليها المجموع هذا اللي ينقصنا في ليبيا. آخر حاجة عشان نعودوا للفكرة متاع المشروع، ولأن روح الفيزيائي تختلف عن روح الكيميائي، وروح المؤرخ تختلف عن روح اللغوي، وهذه عبارة الكلود برنارد شهيرة عالم مناهج في القرن 19، فكرة أن راه كل علم عنده روح. اللي حاولت نحدد مؤشراته، فإن أفضل من يحدثنا عن روح أي علم بعينه هو المختص فيه، الذي أمضى نظير العمر يسبر أغواره ويذود عن حياض دياره حتى عرف منابع أنهاره وذاق من فيض أسراره. وما كان القصد مما أتيت على ذكره من خطرات سوى أن يقوم من يأنس في نفسه الدراية بروح تخصصه، أن كلام موجه للحاضرين، أن يدير حلقة نقاش يحدثنا فيها عن مكامن قوته ومواطن ضعفه، أو عن أهم المدارس الفكرية التي تنازعت توجهاته، أو عن السمات الإبداعية التي ميزت أعلامه، أو عن صلته بتخصصات أخرى قريبة النسب، أو ما عنا له من تجليات أخرى لروح هذا العلم عساه يسهم في خلق جيل أقدر على إجراء أبحاث علمية جديرة بهذا اللقب. هذا ما لدي من خطرات، وإذا كان في استفسارات حنبدو بهن، إذا كانت أشياء قلتها مش واضحة. لكن اللي يهمنا، اللي يهمني زي ما قلت قد تكون هناك تفاصيل يشوفها بعض الغموض، لكن تهمني الفكرة العامة. هل أنتم مقتنعين بأهمية روح العلم؟ هل أنتم على استعداد أن تشاركوا؟ طبعا الأمر ليس ملزما لأحد، من لديه الرغبة في أن يشارك في هذه الفكرة، أن حيجينا يوم يحدثنا عن تخصصه، عن جوانب بحكم درايته. طبعا أنتم رأوا اختياركم مش عشوائي، يعني اختياركم مقصود بحكم الدربة، بحكم الخبرة، بحكم التميز. حقيقة نبي زي ما يقول بعض الناس يتطوعون بماذا؟ بأن حيجي حدي حلقة نقاش وحيجيب معاه ثلاثة أربعة من نفس التخصص، وممكن اثنين ثلاثة متخصصات أخرى، ويصير المستهدف شن هو؟ المستهدف هم البحاث، هم طالب الدراسات العليا، حتى طلبت مشاريع التخرج، اللي يقولهم هيا راهو في حاجة أخرى غير منهج علمي، راهو في جانب اسمها روح البحث العلمي، وراهو بالنسبة لتخصصنا هذه الروح تكمن في كذا وكذا. طبعا أنا لست على دراية بأي تخصصات أخرى، ممكن الحلقة هذه نديرها طلب الفلسفة وحنحكي عن الأشياء بعينها، لكن ياريت معلش أنا حكيت واجد فخلوني أسمع منك. كأن الدكتور نجيب يعني يتكلم في بيئة غير بيئتنا الليبية وغير بيئتنا العربية بشكل عام. يعني أنا اللي نعرفه يعني أو حسب ما تجربتي، كأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الظروف الاجتماعية على سبيل المثال في على رأسنا التنشئة الاجتماعية للفرد في مثلا في اليابان، في الولايات المتحدة، في أوروبا، منذ الصغر يتلقى تعليم وتدريب واهتمام بمسألة البحث العلمي وأهميته، ومش معنى العلم
والفرق بينه وبين الأحكام الغير علمية ولا الرؤى الغير علمية. فما يجدش الأستاذ الباحث بعدين سواء كان في المدرسة أو في الجامعة على كافة مستوياتها، يعني البكالوريوس وما فوق البكالوريوس، ما يجدش عناء في التعامل مع هذا الإنسان، لأن المجتمع ما نقولش مجهزة، يعني هذه ثقافة المجتمع وتفاعلات العلم والمعرفة في المجتمع جهزت هذا الشاب. يعني مثلا ألعاب الأطفال على سبيل المثال في أوروبا ما يندرانش بالطيارة ما طيارة سيارة ما سيارة هيك عشوائيا، يعني يندران وفقا للدراسات، دراسات عميقة يعني لسيكولوجية الأطفال ومدى تحويل هذه اللعبة إلى أداة تعليم. احنا ما عندناش، يعني احنا حتى في الماجستير بصراحة يعني مهما تحاول، حتى نقولهم كثير من الكلام اللي حضرتك طرحت الآن وأنا أدي لك بالفضل الحقيقة يعني في هذه المسألة، ما كأنك يعني كأنك تحكي للهواء، يعني ما مش مستوعبين أو مش ما عندهم الشعور بأهميتها. ضيف إلى ذلك النواحي الاقتصادية، يعني نحن مجتمعات يعني فقيرة، ويمكن أستاذنا ناصر يعني يعرف أهمية مستوى المعيشة والدخل وكيف يخلي الإنسان مهموم بأشياء أخرى. يعني الأب هذا اللي بينشئ هؤلاء الأطفال هذا مهموم بأمور، يعني ما نكونوش مثاليين نحن والله صراحة. ليش هذا الأب طلع هالإنتاج الرديء؟ لأن بصراحة عنده أولويات، والأولويات هذين أولويات حياتية، يعني لا يستطيع أن يتخلى عن العمل فيه. والجانب الآخر أنت ما عارفين كله، الجانب السياسي، جانب السياسي نحن شعوب بصراحة يعني ضايع، يعني مش فاهمين لا التاريخ ولا الحاضر ولا عندنا رؤية لمستقبل. يعني لما شوف تاريخ المنطقة العربية السياسي الماضي البعيد والقريب، حتى البعيد بعيد جدا، يعني ما يبيش نقش في أمور قد تثير حساسية، يعني والماضي القريب والآن. يعني الإنسان العربي بصراحة ما ضايع، يعني إنسان ما مش فاهم شيء من الناحية السياسية، ولا تستطيع أنك أنت تطلب من الطالب أو الباحث الصغير أنه هو ينسلخ من هذا من هذه البيئات. يعني عملية في منتهى الصعوبة، يعني صراحة أنا بتجربتي يعني في التدريس الجامعي، يعني خاصة على مستوى الدراسة العليا، مرات الواحد يقول تيزه هوبلس كيس، يعني غير إذا بتبدأ معناه بتبدأ من جيل صغير بكر. طبعا بتضيف الأمور الأخرى، الأمور الثقافية، وأنتم يمكن دكتور نجيب يعني لك اهتماماتك، يعني الثقافة السائدة في مجتمعات العالم الثالث والعالم العربي بالوجه الخصوص، أنا أعتقد أنها تعيق ممارسة العلم. قد أكون خاطئ،
ولكنني يعني أتحسسها بكل وضوح أنها تعيق الجانب الصحيح والجاد، زي ما طرحت حضرتك من أفكار طيبة. فالدكتور من بدري استشهد بالشعر أحيانا يكون منظوم ومقفى ولكن بدون معنى، وأنا حضرني بيت شعري يقول لك: الأرض أرض والسماء سماء والبحر بحر والهواء هواء، مقفى وموزون وتمام ولكن ما فيش مضمون. والدكتور حكى عليها من قبل، اللي هي مرتبطة بيش، مرتبطة بالأبحاث الإمبريقية، هذه الإمبريكال ستاديز، هذه بشكل أساسي يعني كلها خالية من أي معنى ومن أي مضمون، رغم أنك تلقى بأنها من الناحية المنهجية قد تكون، قد حتى فيها قد هنا للاستدراك، قد تكون صحيحة من الناحية المنهجية، ولكن لا فيها مضمون ولا فيها معنى ولا فيها غايات ممكن توصل إليها. الغاية الوحيدة اللي هي حكى عليها من بدري الدكتور وأنا نأيد فيها، أن البحث العلمي فقط من أجل الترقية. نحن نفتقر كشعوب في الغالب الأعم، مش جميعا، إلى الشغف العلمي، الفضول العلمي، الفضول للمعرفة أنك تعرفها مش موجود، بش يكون فيها. لابد يا دكتور يبدولي أن يكون فيه، بش يكون فيه روح البحث العلمي، لابد أن يكون هنالك شغف، فضول، حب استطلاع، هذا مش موجود عندنا للأسف. باي كل البحوث العلمية هي عبارة عن إعادة يعني ترتيب للأفكار بطريقة أو بأخرى دون وجود روح ودون وجود أي مضمون. وطبعا هذا ناجم عن الأسباب السياسية والأسباب الاقتصادية والأسباب الاجتماعية اللي حكى عليها الدكتور، وناجم عن تجذر ثقافة أقفلت باب الاجتهاد، باش نكونوا صريحين، والدكتور قال تثير حساسيات من 7 قرون أو أكثر، هذه ربما عندنا. لذلك تجد، أنا نقري في طلبة مادة تاريخ الفكر الاقتصادي، يعني نجد من العلماء العرب والمسلمين عباقرة، يعني زي ابن خلدون، زي ابن زريق، زي الفارابي إلى آخره، عندهم أفكار تعتبر بمعايير عصرنا هذا حديثة، وقراءة منهجية ووصول إلى كيف ما نقوله تأصيل نظري غير عادي. لكن لماذا لم يستمر هذا الزخم؟ لماذا لم يتأطر اللي من بدري يحكي عليها الدكتور في سياق مدرسة فكرية متكاملة؟ لما نجي ندرس المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد نجد بأن المدرسة هذه واحدة من حيث أدوات التحليل المستخدمة، رغم التباين الجغرافي والمهني والزماني والمكاني فيما بين المنتمين إليها، واحد إنجليزي، واحد فرنسي، واحد نمساوي، واحد يشتغل أستاذ في الجامعة، واحد سمسار في البورصة، ولكن رغم ذلك أدوات التحليل المستخدمة واحدة والنتائج تكاد تكون واحدة بالنسبة لهم جميعا. لماذا؟ وكل واحد يستكمل جزئية لم يستكملها الطرف الآخر، اللي حكى عليها الدكتور بأن البحث العلمي هنا من خلال عمل فريق. أنا نجينا بندير بحث في الاقتصاد يفترض أن يكون معي واحد من علم الاجتماع، يكون معي واحد من السياسة، يكون معي واحد من القانون. القضية لا تقتصر على الجوانب الفنية البحتة فقط، أني ناخذ نموذج إحصائي يا دكتور عادل ونطلع نتائج إحصائية ونقول تمام التمام، بيشنو المضمون الاقتصادي مثلا، المضمون الفكري الثقافي اللي تطلع به من الكلام هذا؟ ما فيش. يقول لك والله عرس كويسة تمام تمام، نحن طبقنا المنهجية الإحصائية كذا وكذا وطلعنا بنتائج صالحة من الناحية الإحصائية. بدري الدكتور تحدث أيضا عن حكاية التوصيات في أي بحث علمي حقيقة، يعني أنا ينقول ختاما في لهني، وممكن الدكتور شاف لي شوية حاجة، يا أما نقول الاستدلالات والمضامين، أنا بنطلع باستدلالات معينة بقراءة بمضمون فكري من هالبحث، لكن توصيات رقم 1 على الدولة أن تعمل كذا وعلى، ما فيش كلام زي هذا في البحث العلمي حقيقة لا يوجد. أنت تبي تفسر، تبي تشرح ظاهرة علمية وتقول فيها ما رأيت بأنه صحيح. وهنا تحضرني كلمة يا دكتور لعالم الاجتماع السويدي جونار ميردل، باي يقول بدري قلت على الذاتية والموضوعية، يقول فيها أن
كي تكون موضوعيا أو على درجة عالية من الموضوعية لابد أن تعلن عن ذاتيتك في البداية. أعلن عن ذاتيتك، كنت تدافع عن فكرة حتى ولو مؤدلجة يا دكتور، لكن قول أنا أنتمي إلى هذه المدرسة الفكرية. أوكي ما فيش بس، يعني في الاقتصاد نجد فريدمان ينتمي مش النيو كلاسيك، النيو كلاسيك مش النيو كلاسيك، باي ويعلن أنا كذا وكذا وأرى في النظام الحر الخالي من أي عوائق كذا، ويستدل على ذلك على أفضلية هذا النظام نظام السوق بالمنهجية العلمية الصلبة والمتماسكة والقوية جدا جدا. في جائزة مرة كتبت عليها على الفيس يا دكتور، بلكي حضرتك مش عارف علقت ولا لا، اللي هي أن جائزة نوبل أعطيت مناصفة بين اثنين من علماء الاقتصاد، واحد دلل على أن الأسواق عندما تترك حرة تعمل بكفاءة وفاعلية وقادرة على ترجمة الأسعار العادلة أو التوازنية بشكل تلقائي، الآخر دلل على أن الأسواق ناقصة وغير قادرة على عكس الأسعار الحقيقية. داخل في اثنين من يبيعطوا اثنين مرشحين لجائزة نوبل يقسموها مناصفة بينهم. طبعا علميا الكلام هذا أعتقد مش عارف برأي حضرتك هل هو مزبوط ولا مش مزبوط، كل واحد دلل على وجهة نظر مغايرة للآخر واثنين قسموا بيناتهم الجائزة أنهم يستحقوا. آسف للإطالة وشكرا لكم وشكرا للدكتور نجيب على المحاضرة القيمة ومداخلاتكم القيمة. إن شاء الله في إشكالية كبيرة بالفلسفة اسمها إشكالية المنحنى، وهي فكرتها أنك لما يكون عندك إحداثيات بشكل هذا وفي نقاط معينة okay؟ فأنت ماشي الكيرف متاعك بشكل هذا، هذا الماضي هذا اللي صار لعن توه، وتبي تعرف الجاي وين ماشي، فيقول لك الجاي اللي فات هذا مهما كان شكله لا يمكن يحدد الجاي، وبالتالي ممكن أنا نقول هذا أفرض هو مشاكل المنحنى، نقول هو المنحنى أصلاً هذه نظريتي هيك وبالتالي جاي هيك، ولا نقول لا أنا نظريتي تقول أن المنحنى بالشكل هذا هكي بعدين هكي بعدين هكي يبقى جاي هيك. لاحظ أنك على نفس يعني الاثنين يتكئان على الوقائع السابقة نفس، لكن يخلصان إلى نتائج متضادة، فهذه يعني علميا ما فيهاش مشكلة. فيهاش مشكلة بس أنا لاحظت أن النقاش انقسم إلى جزئين، جزء نظري يحكي على روح العلم ومواصفات الولاء لروح البحث العلمي، وفصل فيها إلى 10 نقاط وهكذا، ثم لما فتح النقاش أصبح فيه إسقاطات على ما هو واقع في بلادنا احنا. فمن شيء مثالي جدا نحاول أن احنا ندخل فيه إسقاط على ما هو موجود، ونعتقد أن هذه محاولة فاشلة مش هتنجح، يعني لأن مجالين يعني يصعب أنك أنت تتخيل تطبيق الأشياء هذه في ال... فالنقطة الثانية اللي هي نبي أنا ماشي بها زي قصة اللي حكيت عليها أنت وحدين لما ندروا اجتماع والغيرة في خبا وحدين يناقشوا نظريات واحد منغمس، فهمتني هي نفس الفكرة اللي صار تو عندنا إحنا حاليا على الطاولة هذه، وبالتالي هذا خلاني نوع من الترمويل في دماغنا هنا إحنا شنو بنقشوا أصلا يعني على معلش رد يعني فقاسفا كيف هو. السؤال الثاني اللي هو بين الروح البحث العلمي وفلسفة البحث العلمي، فأنت لما درت سيرش في الإنترنت كثير من الأفكار اللي طرحتها دكتور نجيب موجودة، يعني كثير من الأفكار اللي طرحتها تلقاها موجودة بشكل أو بآخر
في الكتب أو في ستيتمنت كثير منهم. اللي هي اليونيك في الموضوع هو اللي هي انستلد طالع هيك، هي حكاية الروح البحث العلمي، وفي ذهني أصبحت اختلطت بفلسفة البحث العلمي في ذهني، في ذهني أنا، فهم كيف؟ اللي هو كل واحد عند نظريات مختلفة لفلسفة البحث العلمي. فهل ممكن توضح أكثر؟ يعني أنا فهمت المضمون. إحنا طبعًا إحنا عندنا حتى في الطبي في الـ في الـ في الـ حتى في التعليم الطبي وغيرها كمجال أنا متخصص فيه، في أشياء يعني زي ما نقولهن soft skills وروح بتاع المهنة وروح بتاع التعليم. يعني أنت ليش تعلم؟ شو الهدف متاعك؟ شو المقصد مقاصد؟ فهم كيف؟ فلا نحس المفاهيم هذين راهم فيهن شو نقول فيهن overlap. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي بنذكرها هو إحنا متخلفين مش في البحث العلمي بس، متخلفين في كل شيء وليس البحث العلمي فقط، يعني متخلفين في كل شيء. فهذا يدعوني إلى أن هناك أن فيه core problem، هي هذه الظواهر سواء تخلف في البحث العلمي ولا تخلف في الاقتصاد ولا تخلف في التعليم، لكن فيه core problem هي الدائرة كل هذه الظواهر. ومرات نقول أن من الأجدى أن بدلا ما نبدأ نشوف النتائج أننا ننظر للكور بروبن مصلة شن هي اللي خلى الناس تفكر بهذه الطريقة وخلتهم متخلفين في أي مجال كان، في أي مجال كان. أعتقد أن لو ركزوا على حاجة زي هذه ممكن تحل كثير من مشاكلنا، أو على الأقل نفهم إحنا في حيرة. يعني كنا مصدومين، كملنا أعمارنا ونحن مصدومين باللي سيق، كل يوم أسوأ من يوم. فهم كيف؟ إن لازم فيه خطأ في طرق التفكير متاعنا نحن. كيف صار هذا الخطأ وكيف تجذر وكيف يكون التعامل معه لا يتم التركيز عليه؟ أنا أعتقد إن هو ممكن، يعني أعتقد لا أجزم، أعتقد إن ممكن هو يحل لنا كثير من مشاكلنا كالمشفجيل هذه للأجيال القادمة. شكرا. انا قاعد نقول هذوم اللي هم الاسئله المنهجيه بس يبحث شويه الماده، انا مش نطالب حاجه اكسترا. اوكي، هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي نقول فيها انا موجود في النت لو بحثت، لا اللي راه انا قلت لي مش موجوده في النت هو المصطلح روح البحث العلمي هي نفسه، لكن الافكار كلها هل هي فلسفه بحث العلمي؟ نو. لاحظ يعني لو شفت العشر مؤشرات حتلقى رقم واحد لها علاقة بفلسفة العلوم، بقى ملاش علاقة. أوكي؟ يعني لما نحكي عليه الانتر ديسبلينارتي مثلا ملاش علاقة بفلسفة العلوم، هذا يعني موقف. لما تحكي مثلا على استخدام الوسائل المعينة زي الاناليجيز والثوت اكسبيرمنتس، هذا ملاش علاقة بفلسفة العلوم. الحاجة الأخيرة وذكرني آخر نقطة شن هي كانت؟ أنا طبعا هي بالتأكيد مش جينية، بالتأكيد يعني هذا قول واحد يعني. أوكي، يعني مجرد تفكير في أنها جينية طبعا نوم العبث، لكن أنا عندي دراسة ممكن أنت مش شايفها اسمها ليبيا من أين؟ أوكي، وسؤالها هو السؤال هذا بالذات، جيبنا وكيف زي ما تقول مشاكل في كل تركينا. اوكي، وانا يعني النتيجه اللي خلصت لها وحاولت ندلل عليها ان اللي هي lack of professionalism، ان lack هذه اللي سميتها المهنيه او الروح الاحترافيه، ان النظام السابق استهدفها اوكي وضربها. وطبعا لما نقول الروح المهنيه راهو مشحونه بمجموعه قيم،
يعني لما نحكي على المهنية نحكي على الانضباط، نحكي على التخطيط، نحكي على الدربة، نحكي على التعليم، نحكي على أخلاقية المهنة، نحكي على التراتبية، هذا كله قاعد في المهنية في البروفيشناليزم. النظام السابق استهدفها وضربها، ولما انضربت انضرب كل شيء معه. واعتقد أن نحن لو نعيد النظر في هذه النقطة وركزنا على هذه القيم حندير النقل المرجوة. عادل، من وجهة نظري لما كلمتني وقلت لي أنا بندير ندوة باسمها روح البحث العلمي، فخداني المسمى وحاولت نبحث عن بعض النقاط اللي ربما أجدها. للأسف نحن من طلعنا في التعليم بتاعنا، نحن هدفنا كمؤسسة تعليمية بشكل عام لو خديناها من ناحية الطلاب، لما دام نتكلموا على مستوى الطلاب، عندنا ثلاثة أهداف مهمة: التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ولكن نلاحظ في ليبيا بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام وحتى في بعض الدول الأخرى، نجد أن التركيز فقط على التدريس، نحن ندرس فقط، ولكن البحث العلمي وخدمة المجتمع هذه أهملنا. كذلك البحث العلمي، البحث العلمي يضع الناس أو البحاث أو المختصين له ثلاث عناصر أساسية: هو النشاط البحث نفسه في حد ذاته، والكادر البشري اللي هو من يقوم بالبحث أو الباحث، والروح العلم، الروح العلمية، الروح البحث العلمي اللي يتكلم عليها، اللي هي تعطي معنى لما يقوم بالبحث متاعه. لو ما كانش البحث لديه بصمة، إذن هو بحث جامع. حتى القراءات، حتى الكتب، زمان لما تقرأ رواية بدون ما تعرف عنوانها تقول هذا الكاتب فلان، تسقط على الكاتب الفلاني. حتى أحيانا كثيرة بوجدوا بعض الكتاب الجدد يقول أنت واخذ منهجية مثل عسى مثال سياق طه حسين أو نجيب محفوظ أو إلى آخره، لأن فيه لمسات وفيه روح من ذلك الكاتب في مقالاته. وبالتالي برضو ممكن ربما تفسير يأخذ هذا الجانب من جانب الروح. للأسف الروح البحث العلمي، نحن اهتمينا بصراحة بالنشاط البحث العلمي، فيه اهتمام كبير وخصوصا في الفترات الأخيرة. صحيح فيه ضعف، فيه نتائج قد لا تكون تؤدي لما يسمى بالنيو كونتريبيوشن، إضافة جديدة في المجال، ولكن على الأقل فيه اجتهاد أفضل بكثير من قبل. يعني حتى من ناحية العدد صح في زيادة، ولكن حتى من ناحية الكواليتي بدأت تتحسن شوية، بدأت تتحسن. لا أقول أنها وصلت إلى مستوى مثلا نقول مقبول، ولكن على الأقل ما هوش ضعيف جدا، يعني ممكن نقول مرحلة ضعيفة، بدأنا شوية لقدام. الكادر نفسه الباحث، للأسف يعني للأسف الباحث يقول لك أنا ماذا نستفيد من الباحث؟ نحن فقدنا المعنى الحقيقي للباحث العلمي. كأنت كطالب دراسة عليا أو عضو هيئة تدريس أو إنسان عادي باحث، الباحث له قيمة مادية، مش أسف معنوية أكثر منها مادية. وبالتالي روح تقول باي وانا درت بحث، شنو آخر عضو تدريس واجتهدت ودرت 40 بحث و50 بحث و60 بحث، والدكتور ناصر يدير كل سنة عنده بالأربع خمسة بحث، في النهاية بكل شنو ويجي عادل بأربع بحث ويلقاه نفس درجة أستاذ وينظر عليه ويدير عليه وإلى آخره. فأصبحت فكرة أن تتجه البحوث إلى ترقية، للأسف هذا المجتمع يقودك إلى ذلك شيء ما بيد. حتى لو أنت عندك الفكرة تقول أنا بدي بحث لغرض مصلحتي الشخصية، لغرض تكوين سيرة ذاتية مليئة بالنشاط العلمي لنفسي، هذه نادر جدا وأن تلقى شخص يتبنى هذا الأمر. الحاجة الأخرى، الروح البحث العلمي أو الروح العلمية موجودة أعتقد يا دكتور بشكل أو بآخر في أبحاثنا، ولكن ما حضرتك طرقت لا أعتقد أنك أنت تبي تضع إطار أو بتؤطر هذا الكلام في شكل صحيح بحيث أن يصبح واضح المعالم وليس مخفي. على سبيل المثال، من خصائص الروح العلمية هي الملاحظة، الفضولية، شغف أنك أنت تبحث عن أشياء، اهتمامك بجزئية معينة تحاول تبحث فيها، هذا روح علم. المسألة، لأنك أنت لما تطرح سؤال، المعرفة هي شنو؟ هي البحث عن جواب، جواب ليش لسؤال الذي تطرحه، تطرح سؤال لتبحث عن إجابته، تبحث عن معرفة وعلم. وبالتالي نقطة ثانية قد تكون موجودة في بعض البحوث، ولكن مش موضوعة في إطارها الصحيح ولا في قالبها الصحيح. الحاجة الأخرى أيضا الاستدلال، مهمة جدا أنك أنت تحاول التفكير ذهني، أنك تستغل تستدل على ظواهر وعلى النتائج وعلى ملاحظات ومسألة تحاول جواب عليها. أيضا نقاط مهمة تعتبر من خصائص الروح العلمية، المنهج، ربما نختلف من فصل المنهج عن الروح، لا هو المنهج أساس الروح، لأن عمره ما توصل بالملاحظة والمسألة والاستدلال بشكل فوضوي، لازم بيكون شكل مؤطر ممنهج بشكل علمي، مش بالفوضى أنك أنت تدير روحك وخلاص. لأن حتى روح لما تجي هيك تلقاها غريبة عن الكيان اللي هي فيه، حتى برضو نفس الشيء، شعر ما طول ما لشي معنى. يعني النقطة الأخرى اللي هي يقول خصائص الروح العلمية اللي هي التفتح الذهني. للأسف نحن ما نفكرش خارج الصندوق، تربين هكي، مش عارف تعودنا هكي، ما فهمتش من الصغر وانت لك اطار معين ماشي فيه، برا الصندوق ما تفكرش، لان لو ما تفكرش برا الصندوق ما يصبحش عندك تفتح ذهني، اذا لن يكون لديك روح علميه.
روح العلمية تخليك تفكر ما وراء، ما وراء، تنتقد، تبحث عن المعلومة. حتى تدريسنا في مدارسنا من ابتدائي لإعدادي للثانوي كلها تلقين. إحنا درسنا في مراحل يقول لك مكرم مفرم مقبل مدبر بعد كجمودي صخر حطه سيل من علي. تباهي شو معناه هذه؟ شنو ما فهمناش؟ احفظها وكرر 10 مرات و100 مرة. لكن هل نقدتها؟ هل عرفت لماذا يقصد هذا وهذه ما تعني الكلمة هذه وكذا؟ هذه الأشياء تخليك الطالب يصبح لمرحلة النقد المعلومة، إنه يفكر برا الصندوق، وبالتالي يصبح قادر على إنتاج بحث لديه روح، مش بحث بالفاضي. طبعا النقطة الأخيرة اللي هي وجدوها أو وجدت أيضا، الموضوعية. طبعا يجب أن تكون كل بحاثنا أو أبحاثنا تكون موضوعية، بمعنى أن هي تصل للحقيقة بأكبر قدر من الصدق، ما يكونش واحد يكون أبحاثه غير موضوعية. وبالتالي هذه نقطة. شكرا، بارك الله فيك. أشكر أولا الدكتور نجيب على هذه الدعوة وعلى هذه الكلمة الطيبة، وأعتقد أن الدكتور نجيب لم يقل إنه أتى بجديد يعني، ولكنه أراد منا أن يعني أن نتزعم الروح العلمية في تخصصاتنا، هذا الذي فهمته من الله يعني. والكل متفق الحمد لله، والغالبية هم أساتذة الجامعة، أن على جودة البحث العلمي يعني، سواء من المنهجية ولا ماديا ولا روحيا، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. ولكن نحن في الجامعة تنازلنا عن جودة البحث العلمي، نحن في الجامعة. لذلك نسوق دائما أن حتى باحث الماجستير لا يشترط فيه أن يأتي بجديد، وإنما المهم أن يعرف كيف يكتب البحث وأن يجمع عناصره. وبالتالي نحن أول من فرط في قضية البحث العلمي وسوقناها لطلبة الدراسات العليا. ولذلك لا نتفاجأ اليوم عندما نجد طلابنا في مرحلة، حتى في مرحلة الدكتوراه، لا يجدون الكتابة في البحث العلمي، ونحن نعاني من هذا الأمر يعني. أعتقد الدكتور نجيب ويشاركني فيها الحاضرون أن قضية الباحث العلمي الحقيقي عبر التاريخ رأي قليلة يا دكتور نجيب. يعني نحن لا ينبغي أن نشكو من عصرنا في أن الباحث العلمي الحقيقي قليل، أو الاشتراطات التي تتوافر فيها يعني لا تتوافر في الكثيرين. هذا أمر عبر الطريق قليل. البحث العلمي بمعيار الحقيقة، حتى في تسامح في العبارة. ولذلك اسمحوا لي أن نرجع للتراث. قال الإمام مالك: التحقنا بربيعة الرأي ونحن 40 معتما، فلم ينجب منا إلا 4. قال: أما أكبرنا مات، طلب العلم كبير، بالتالي حتى المجتمع لم يستفد منه يعني. وأما الثاني تغرب وضيع نفسه وعلمه، وضع نفسه في بيئة علمية على ما قال الشراح، بيئة علمية مات فيها العلم. ولذلك من اشتراطات العلم أن يكون في البيئة التي تخدمه. ولذلك روي حتى أيضا أن أحد العلماء مكث في قرية 3 أيام لم يسأل سؤال، فجمع ثيابه قال: هذه قرية يموت فيها العلم. وبالتالي هذا إشكال في البحث العلمي. قال: أما الثالث، والذي ذكرته الدكتور نجيب لي الخبرة وكذا، قال: انشغل بالأغاليط والتحق بالملوك فأفسدته الملوك. وأما الرابع يعني بنفسه أنه نجح، طبعا لكن باب التواضع، أنه هو يعني صار في الطريق البحث العلمي الحقيقي. فالشاهد أن الباحث العلمي الحقيقي حتى في تراثنا ما هوش يعني غير متاح للكثيرين. والدليل أيضا أنك تجد أكثر، لو قمنا بعملية استقراء في التراث لن تجد العلماء، في الغالبية العظمى لم ينجبوا علماء. لذلك أنت تجد نفسك حتى في بيتك الدكتور نجيب وأنت تتكلم عن بهذه القامة الكبيرة، لن تجد من أبنائك من سيخلفك في هذا الأمر. إذا أنجبت دار حبر النجيبة فكن في ابنه سيء الاعتقاد، فلست ترى من نجيب النجيبة، وهل تلد النار غير الرماد. فهي قصة فيه قصة الموهبة الذاتية والفطرة الذاتية، والقضية هذه ما هيش قضية متاحة يعني. لا يعني التنازل عنها، أنا لا أقول إنه شعور بالإحباط أو التنازل عنها، لكن هي في مجملها التاريخي والوجودي هي رأي قضية قليلة. قد نتعاطى نتسمى بالباحث العلمي من باب التجاوز. الأمر الآخر ويده في القياس الجميل، في القياس الانتخابات والمخرجات، هذا قياس جميل يعني. اتباع المنهج لا يعني الخروج بشيء صحيح.
التوصيات دكتور نجيب أنا أتمنى التفصيل فيها، يعني هل هي التوصية المقصود بها التوصية التوصية الوظيفية أو المجتمعية أو كذا، ولا التوصية العلمية؟ التوصية العلمية أعتقد لا شيء فيها، يعني ربما الإنسان يستغرق بحث طويل يعني يستمر فيه لسنوات طويلة تعتبره أمور ربما يوصي بمناقشتها والبحث فيها، لكن لا يعني لكن لا نعني بالتوصيات نعم حتى نحن التوصية بأن يستمر في البحث والنهوض هذا أصل جزء من تعميق الفهم الظاهر. نعم فأحيانا نحن نكتب التوصيات لكن هي توصيات علمية وليس توصيات لها علاقة بالمجتمع أحيانا. نعم نعم لكن ليس لها علاقة أنا يعني هذا كنت نحب الاستيضاح فيه. نحن تنازلنا أيضا عن المفهوم الجامعة كما تنازلنا في قضية البحث الماجستير ليس يشترط فيه الجد وكذا، تنازلنا أيضا حتى على وظيفة الجامعة، ولذلك دائما نسوق أن الجامعة بيت خبرة وليست بيت علم، أصبحت حتى عند السياسيين وعند أن الجامعة هي بيت خبرة، وهذا من الأخطاء. وأيضا ما زلنا نحن يعني نهدم العلم بأنفسنا بإنشاء المجلات العلمية التي هي مجال البحث العلمي. نحن الآن في سمحوني في الكلمة يعني في إسهال في قضية المجلات العلمية، كل جامعة تنشئ مجلة ومجلتين وكل كلية تنشئ مجلة، وهذه ولذلك الرقابة على هذا الإنتاج العلمي رقابة غير موجودة. وسمحوني يعني نختم أنا بقضية نعم إن شاء الله شفت الرسالة الأخيرة، أتمنى أنها توجد يعني تحت الضغوطات للأسف يعني تعلمنا أن الضغوطات تلغي كل جميل. خلوني نقول من خبرتي البسيطة في مصر، في وأنا عملت ملحق ثقافي وأكاديمي في مصر ومرت بي الأبحاث كثيرة في الطلب المفدين، وأعتقد أن أفضل ما يقدمه الإنسان في الغالب يعني وهو حريص عليه هو رسالة الدكتوراه، يعني يأتيها بشغف ويعطى فيها وقت كبير وتنفق عليها الأموال الطائلة. تنفق نحن مثلا على سبيل المثال في مصر رسائل الماجستير والدكتوراه ينفق على الطالب ما بين من 120 إلى 150 ألف دولار مقابل هذه الثمرة، وهذه الثمرة تكون مركونة لا يلتفت إليها أحيانا، يعني سامحوني ممكن والله أحيانا لتفاهة المكتوب. رسالة مثلا تكتب في موضوع في ليبيا وهو في عن ليبيا في مثلا في شيء في شأن تاريخي، وتنظر فيه في الفهرس حتى فهرس الموضوع لا تجد فيها مثلا أي شيء جديد وتركن. وأحيانا للإهمال وعدم اهتمام الدولة بالبحث العلمي أيضا، وهذا يخلق إحباط عند البحث. يعني مثلا الرسالة كتبت في حل مشاكل المرور في مدينة بنغازي، هذه رسالة كلفت الدولة 150 ألف دولار والباحث كان باحث جاد ويعني ولذلك ركنت، لم هذا كان مكانها الطبيعي أنها تذهب لوزارة الداخلية. يعني فهناك بون حتى في بون كبير ما بين البحث العلمي وما بين الميدان الذي يطبق فيه. والدكتور بخشيم أنا نحتز بكلمة الذي قالها في أن البحث أحيانا جائزة نوبل أعطت الجائزة الاثنين مختلفين، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بالظن العلمي. الظن العلمي مقام كبير جدا، لأن اليقين لا يكاد يوجد في هذا الكون. اليقين حتى ربي قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، حتى من فسر الظن باليقين لكن عبر عنه بالظن. فالظن هو مقام علمي كبير، أن الإنسان يجوز أمر على أمر في الرجحان. نعم هو لكن هو ظن، والظن هو رجحان أصلا، هو الشك مقام علمي، الشك هو استواء الأمرين، لكن الظن يحدث راجح ومرجوح، لكن هو مقام علمي كبير يعني. وشكرا دكتور نجيب. أنا خطر في ذهني أثناء الحديث يعني دكتور عادل أشار للتفرقة بين التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمع، فاللي جاء في ذهني أن التدريس والبحث العلمي نفس الروح موجودة يعني وتجسد الخاطر هذا في مثل، يعني احنا في كليتنا يعني الاشخاص يعني ليسوا كثر اللي ياتوا في ذهنك لما جاي يروح البحث العلمي، لكن جاء في ذهني دكتور احمد بزقيه، يعني نتذكر انا في سنه ثالثه في المرافعات فجيت سالته سؤال وكان اعتراض يعني، فقلت له رايك هذا خالف الدكتور الكوني عبوده، والراجل يعني يقف ويفتش في المراجع
فنتذكر الشغف هذا. يعني أنا طالب حتى الطالب في سنة ثالثة يعني عرفت فتش في المكتبة ويبي يوريني وجهة نظر المختلفة ومن يومها يعني واستمرت معه يعني في الماجستير فالشغف اللي نحكو عليه يعني بالنسبة لي تجسد مثل أنا الآن العنوان اللي استخدمه الدكتور نجيب في البداية اللي هو في مديح المنهج أنا الآن في مديح المنهج لكن من ناحية أخرى يعني المنهج هذا مصمم لغاية اللي هي نصور الغاية هذه تحقيق روح البحث العلمي يعني اللي تحدث عنها الدكتور محمد اللي هي مسألة مهارات البحث العلمي أنا على الأقل هذا اللي نتذكر لما درسنا في 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 الدكتوراه يعني الدكتوراه تدريب على طرق البحث فيعني يقولوا بأن الدكتوراه لما ينالها الشخص معنا الآن هو قادر على إجراء بحث علمي أي بحث علمي البحث اللي فيه روح البحث العلمي يعني حتى الأمثلة اللي سردها الدكتور نجيب بعضها تصورت أنها هي أمثلة شكلية لكن تدل على وجود أو عدم وجود البحث العلمي يعني على سبيل المثال يعني نتذكر في كتاب منهجية البحوث القانونية للدكتور علي ضوي مثلا لما يحكي على العناوين المركبة وينتقدها هو ينتقدها من جانب شكلاني لكن الفكرة أنك أنت لا يصح أنك أنت تأتي بعناوين الفرع الأول والفرع الثاني وتكون عنوان المطلب لا لابد يجد عنوان شامل هذا جانب شكلي لكن الجانب الشكلي هذا يخدم حاجة لها علاقة بالروح لما الآن الحديث عن استخدام أنا ونحن حتى هذا جانب شكلي لكن فيه الجانب الظني هذا اللي هو جانب عدم الجزم مثلاً حتى في اللغة المستخدمة يعني فأنا قصدي الفكرة أن إحنا الآن مدام عندنا الإسراف في التركيز على الجانب الشكلي إفراط في التركيز بهي ليش مثلاً النقلة بدل ما تكون مثلاً نقلة من وما نقولش إن هذا اللي قصدته عرفت لكن نقول مرات أسهل أن يذكر الناس بأن الشكل الجانب الشكلي راهو أصلاً مكرس لخدمة الجانب الموضوعي وبالتالي أنت لما تنتقد الطالب لأنه هو مثلاً استخدم عبارة فيها قطع مثلاً تمام هذا جانب لكن تذكر لأن في روح البحث العلمي المفروض ما فيش قطع في مسألة الظن يعني نتذكر في مثلا في المرافعات في جانب اللي هو مبدأ علنية الجلسات ان الجلسة لابد تكون علنية هذا جانب شكلي هذا لكن الجانب الشكلي هذا مكرس لخدمة العدالة يعني حتى واحد من فقهاء القانون يعني يقول يعني دعوهم يقولون ما يشاؤون ما داموا سيقولون ذلك علنية لان الفكرة لما يقولها في العلن في رقابة مجتمعية وفي رقابة كذا فالعدالة اللي هي موضوع الروح حتخدم بشيء شكلي فمرات النقلة هذه متاع أن نحاول روح الشكل يجرى التذكير بها مرات تجد أكثر شوية في الروح ليست لا شكلية صرفة يعني أنا معاك أن في اعتبارات لها علاقة بالروح لكنها أيضا لها علاقة بالشكلانية والحاجة الأخرى راهو الشكلانية في حد ذاتها مش سبة راهو الشكلانية بمعنى إلى اهتمام للشكل أكثر من المحتوى راهو في سياقات أخرى مدح يعني مثلا الشكلانية في العلوم الرياضية العلوم الرياضية كلها شكلانية بمعنى أن لا تقيم أي اعتبار للمحتوى سين زي صاد يساوي صاد زي سين أي ما ليش علاقة سين ولا أنت لا تصل إلى هذا النوع من الشكلانية إلا وعندك قدرة تامة على التعميم شوف انت الشكلانية هذه مرتبة في سياقات معينة لكن اللي اخشاهنا شنو هو انت قلت راهو انت ما تلتزمش بقواعد المنهج الا حتلقى روحك انت موالي لروح المنهج لروح البحث العلمي لكن اللي اخشى ما اخشاه وهذا اللي حدث عندنا ان تلتزم التزاما تاما بقواعد المنهج ولا تقول شيئا طبعا مش لا تقول شيئا period. لكن زي ما تقول قيمة ما يقال بهذا الاسم بالضبط فهي راهي مجرد محاولة لأنك تولي الأشياء اللاشكلية وزن أكبر دون التقليل من أهمية الشكلية سعيد فضل تساؤل ممكن حضراتكم يعني لكن تساؤل الدكتور نجيب دكتور ألا تعتقد بأن اللغة عدم القدرة حتى على التعبير باللغة نتيجة ضعف المناهج القراءة والكتابة تمثل عائق
أمام الكاتب أحيانا بيعبر هو عن روح البحث العلمي ولكن لا يستطيع بسبب عائق اللغة. هذه بس والله يعني. والله شوف أنا راه أهمية اللغة عندي في المنهج العلمي، وهذه طبعا هذه مسألة لا يلتفت إليها، يعني نادرا ما تلقى أساتذة المناهج البحث العلمي مع احترام الجميع يؤكد على أهمية اللغة، غير الليب سيرفس هذا متاعنا يحكي يجب أن يكون لا يؤكد عليها عمليا. كي اللغة أنا لما حكيت علي آخر مؤشر اللي هو الحساسة المفهومية والحساسة اللغوية، هذه مهمة جدا، له مش فقط بتكون عندك القدرة على التعبير عن أفكارك، هذه زي ما تقول هذا حد أدنى، تبي يكون عندك قدرة أيضا على أن راهو الشغل يا جماعة متاع اللغة لا تتخيله، لا تتخيله تأثيره، أوكي؟ إما كوسيلة في الإقناع، أوكي؟ أو إما في التحايل على المتلقي بلعب لغوي، أوكي؟ وشواهد لا حصر لها، فراهو وللأسف يعني للأسف اللي يمكن تقنى واحد تقول له راهو انك تحسن النحو هذا اساسي جدا لروح العلم، اذا كان هم الان حتى اللغه العاميه بدوا يتجاوزوا فيها، حتى العاميه الان لاني رموز، فلا يعني انا زي ما اقول لا استطيع ان ابالغ في اهميه اللغه لروح البحث العلمي. فكانت ملاحظة أن الإنجليز تجد عندهم الأمريكان تجد عندهم الجزم، يعني حتى التعبيرات مستخدمة مرات ويل وكذا، التعبيرات اللي فيها دوغماتيك الإنجليز تلقاها حتى اللي يستخدم تلقاها يعني عرفت يخفف من حدة الجزم بالشاشة تعليقك، وطبعا كان يحكي في القانون عرفت مشان الله تعبير الأخرى ولا لها علاقة بمدارس، لكن فكرة إن الإنجليز تكاينف يعني ليش يعطيك المعنى؟ ها علاقة بالشخصية. والله أنا ترجمت كتاب ولحسن الحظ حيكون يعني جاهز خلال أسبوع أسبوعين، كتاب صراحة تحفة اسمها Map of Culture، خريطة الثقافة، كتاب هذا غير إنه ممتع لكن الأفكار اللي وراه يحكي عن واحد من المواضيع هو هذا اللي هو كيف تختلف ثقافات الشعوب، أوكي؟ في فهمها لأشياء كثيرة، فهم للوقت، يعني لما الأمريكي يقول لك حنتأخر عليك شوية ويقولها لك ألماني شو الفرق بين الاثنين؟ لا تتخيل، وراه في كل سؤال عن تدينا يجيب لك خريطة العالم كله وحط لك كل وحدة في مكان، أوكي؟ من اللي يطلع على رأس حاجتك؟ من اللي بيقول لك حاجة بيقول لك دغري؟ حتشوف العالم كله، فهي خصوصيات ثقافية، أوكي؟ في وحدة يعني تشابتر اسمه How late is late، أوكي؟ في وحدة اسمها The Boss with Big B، أوكي؟ اسمعنا كلمة باص اللي هي التراتبية، ولا تتخيل التراتبية متاع العالم، يعني أنت طبعا باستمرار فارقين هولندا والدنمارك، هذا باستمرار فارقين حقيقة، لكن الآخرين لخبطة، يعني تو الإنجليز نحن اللي نعتبروهم مثال في الدقة في الانضباط في الموعد يعتبروهم الألمان فوضويين في الموعد، فخطرها فهذه خصوصية ثقافية. اللغة مثلا اللغة خطرها يحكي عليها، يعني لا تتخيل أن الكوري لما تطلع لرأس حاجتك واللي تبيها تقولها له صراحة يعتبرها إهانة،
يعتبر أنك أنت تقلل من ذكائه. ضروري تفهم المقصود من غير ما يقوله. أوكي؟ الدرجة تخيل في الهند، هل تتخيل في الهند أن كلمة أمس في اللغة الهندية هي نفس الكلمة البكرة؟ نفس الكلمة، السياق تعرف أنت. يعني ضروري نقول لك راهو أمس راهو اللي جاء أم، لا لا. أوكي؟ واتضح أن الثقافات الأقدم هي اللي كلمها بين سطور، لدرجة أن لغتهم ثرية ومعرفتهم بعضهم ثرية، لدرجة أن معاش يقول لك اللي نبيها حرفيا، بينما الأمريكان مثلا لا ضروري يقولها لك مباشرة. نعم. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في مناسبة أخرى.